وتشهروا بيها على مسكينة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كلنا اكيد اتصدمنا وزعلنا على المؤثرة الجزائرية دنيا السطيفية لما انتشر فيديو فضح ليها خلال الساعات اللي فاتت. والحقيقة الفيديو صدم الجمهور جدا، خصوصا انها معروفة باحترامها الشديد وباخلاقها العالية، والفيديو ما يليقش بيها خالص. وانا واحد من ضمن متابعين كتير ليها وعارف انها بتصلي وبتصوم وقد ايه هي انسانة محترمة، واكيد زي ما احنا زعلنا عليها جوزها كمان طلع في فيديو وكان حزين جدا عليها وقال لكل الناس اللي نشرت الفيديو حرام عليكم، دي ست محترمة جدا، بلاش تشوهوا سمعتها علشان تكسبوا شوية فلوس. وكان باين عليه الحزن والتأثر جدا لانه واثق في مراته وعارف انها مستحيل تعمل حاجة زي كده. على مسكينة لولية على رقم ترسلوا في فيديو تاوحا وتقدروا تقولوا كروطا وتشهروا بيها على مسكينة شيرة غلطت بينها بين مولاها اخوتي لو كان دير في غدوة في روحها حاجة ولو كان تكمل مع روحها اقسم بالله على رقبتكم توما دير رقم تبارطاجوا في الفيديو تاعها مسكينة. وقال جوزها كمان حسبي الله ونعم الوكيل في اللي نشر الإشاعة دي. والحد هنا يكون الفيديو خلص، إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد.